فاذا مثل ما كمان التصويت عم بيكون لكم ولنا ولا الشيف شادي، كمان بدنا نقول انه عندكم اكيد هيك عم فرصه لحتى ترجعوا تتعرفوا على كل المشتركين، وعم بيكون كمان اختيارهم عشوائي، يعني مش عم بيكونوا ماشيين بالتدريج. كان معنا بالاول ميشيل اللي شارك معنا بالاول، دكتور جمال كمان شاركت كمان تقريبا معنا من البدايات، انما هلا المشترك اللي معنا ميريلا شاركت باخر محطه مع شيف شادي وكانت كمان بعدها مؤخرا معنا بالاستوديو. بدي اقول شغله كمان انه تصويت فاذا رح يكون 25% عليه، وبيقدروا الفائزين يربحوا تذكره سفر وحده، ما حيروح معهم الشيف شادي، رح يروحوا يرتاحوا من الشيف شادي الى تركيا ليقضوا اربع ايام ان شاء الله اكيد بينبسطوا فيها، وبيربحوا كمان شهاده تميز، وايضا جمعيه تبعيتهم رح تفوز بجوائز قيمه من شركه مشموشي اخوان، كل الباقيين رح يفوزوا بشهادات اجتياز للمرحلة التدريبية اللي مرقوا فيها مع الشيف شادي. خلينا نشوف هالكليب لغازي ترافل ونبدأ ورشد ملاح. على قدم وساق، والمشتركين كمان قاعدين برا عم يتابعونا وعم يحضروا المشتركين الاخرين، يعني رح يكونوا اليوم وبكره بهاليومين المميزين من مسابقه فن الطبخ، هون عم تشوفوا فاذا كله قاعد عم يتابعنا. وشيف شادي ميريلا اهلا وسهلا فيك اليوم كمان معنا باستوديو عالم الصباح، شو خبرينا هيك بين القعده برا والمتابعه عم تشوفي المشتركين عم بيحضروا قبلك، كيف هيك حسيتي انه هن عم بيكونوا كمان موترين عم يشتغلوا مظبوط؟ لا بالعكس، اعتبرتي هم الفوطي؟ لا كثير طبيعيين كانوا مرتاحين، لانه ديجا في اسبوع مره وفي تدربوا عليه، وكان عندهم صار عندهم شخصيه، يعني لما بتوقفي على الهواء كمان منا هين مزبوط اول نهار ثاني نهار بيكونوا هيك. بدي ارجع اذكر انه ميريلا كساب من الومن تو وومن سكسس اللي كانت معنا اخر مشتركه، صحيح اوكي، واليوم عم تتبارك ثالث كمان جمعيه، فعندها القرنبيط مغلف بالطحين، وصفه ما بعرف كيف بتعملها، وصفه كثير حلوه لازم تكون، رح يكون مقلي، بعدين في الكبه النيه، انا معبودي الكبه النيه، انا معروف يعني، انا بس يكتبوا عني شو بيحبوا شفادي بيقولوا كبه نيه، والتبولي يعني اليوم بعتقد لبناني بامتياز اليوم، انا مش كاتب باتجي متبل ولا في بعد لا مش كاتب، بس برافو. طيب لكن هلا صاروا اربعه، لكن في اربع اشياء عم ندوق، يعني انت بتعطي اربع علامات وانا اربع علامات، انتبهي مش علامتين ونقسمهم بعدين، فبهالطريقه كمان هون اول شيء تحدي كثير كبير، انتبهي تحدي قبل شو هو؟ قولولي يلا استلم كاميرا الميكرو ما بيهدأ، وينو عامر؟ اشتقتله، خد نفس وخلينا بس نتذكر كيف بلشت معنا ميريلا، لانه عم بتشوفون هلا لابسين الروب الابيض وعم ياخذوا كمان اساميهم عليهم ميريلا كساب، وكل اللي قطعوا معنا صار عندهم جاكيت مهضومه مقدمه من الشيف شادي، انما ميريلا ابتدت معنا قبل ما تجتاز هالمرحله التدريبيه مع الشيف شادي، كيف بلشت بعالم الصباح بنرجع وبنشوف. اول شيء خلينا جوزيف انا وياك هلا نتعرف مزبوط على المدام، ونتعرف مزبوط على الجمعيه اللي بتمثلها حضرتك. انت اليوم من اعضاء اوكي جمعيه وومن تو وومن سكسس، شو هي الجمعيه؟ شو هيدي الجمعيه؟ الجمعيه هي هدفها الاساسي مثل ما قلنا بالقبل انه مساعده النساء العاملات يلي ما عندهم وقت ليطبخوا ببيتهم، نعم. هي الجمعيه دربت عدة نساء، عملت لهم دورات تدريبية مع أخصائية مع شيفية، وحضرتهم لفترة زمنية وعطتهم شهادات. أول شيء حضرنا الكوكتيل البيناكولادا بدنا نعملها، نعم اوكي، الكوكونات حليب جوز الهند موجود، نعم، سكر فستق حلبي. فيك تعلي صوتك نتفي صغيرة نتفي هيك شوي وتقولي لي شو هي حشوة الجبنة اللي عملناها اليوم؟
ماذا تستطيعين أن تفعلي بهذه الحشوة؟ حركي قبل ما تحترقها. ما بينقلوا لأنه هذا كتير روحه ضيقة مثل ما بقولوا. روحه ضيقة كتير. بمرض. ما تكوني من فريق شادي، احنا فريقين، انا وهو. انت معي؟ عنا الخشاف. الخشاف، واو، الخشاف كتير برمضان. عنا شوربة الحبوب مع الخضار. نعم نعم نعم. هذا كله حطيتي سكر؟ حطينا ملعقة سكر. نعم. اوكي، برافو عليك. 10/10. انت قلت لي ما خصني انا. عليا برمي هيك حوالها. بريك ومنعوت. يلا بريك. انا من بعد تجارب لقيتهم هيك، وفي علميا انه هيك بحطوه. حلفي ما عشو بدي احلف عشاف شادي. يلا دوقوا شوي. انا رايي من راي جون. 8.5. 8.5 هيك مع بعض. يلا 9/10. كثير طيب. 10/10. 9/10. وهيدي 8.5. انا 9. انت لحالك هذا، مش على فكره مش مسرعينهم، هو هيك شاف شادي بيكون عم يركض، مش عاملين فاست فورورد عليهم. وحطينا شفت الموسيقى حطونا اياها. شو هي موسيقى تبع جوزيف فحويك؟ هي توم انجيري. توم انجيري اللي بتزبط مزبوط عليكم، لانه انتم توم انجيري تبع عالم الصباح فعلا. وبدنا نقول انه اللي حضروه كمان كل المشاركين السته بخلال مشاركاتهم بعالم الصباح كانوا مختلفين عن الاطباق اللي عم يحضرون اليوم. أكيد. لحتى يحضروا لنا اشياء جديده واشياء كثير طيبه. واليوم ميزه لبنانيه بامتياز، تحدي لبناني بامتياز. صحيح صحيح. ميري لكن طبوا لكن عندك انت القرنبيط المقلي بالطحينه، عندك المتبل، اوكي، وعندنا كمان الكب الني. بدك تبلشي؟ بدي. يلا يلا 1 2 3 وفهمينا شو عم تعملي. يلا جو. اول شيء رح نبلش بالتبوله. يا عين على التبوله. اوكي اوكي، بس انتبه نحن ما رح ندوق هلا. ندوق بعدين. انت هلا اعملي اوكي. لكن هون عندنا البقدونس. بقدونس، بندوره، اوكي، بصل، اوكي، حطيت سميق. نعم اوكي. حطيتي السميق بقلب التبوله. بقلب التبوله. وشوف شو طيبه، شو بتعطي نكهه طيبه. سميق بقلب التبوله. نحن بتعرف انا لو بعملها بيقولوا بس انت لانك بتعمليها صار عندي حجه اني انا اعملها. فهمت كيف؟ عن جد. ليه بدي اقولوا ها يعني. ها 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 انه جاي عم يتفلسف الشيف شادي عم يحط لنا سميق، مع انه كل شخص بكل بيت بيعمل تبوله مختلفه. معقول تبوله عن جد يعني؟ وحتى المتبله بتشوفي اكيد وانا بحط لها زيست حامض. كمان شفتي كيف؟ كمان بيعطي نكهه كثير طيبه الحامض. يعني كمان عندنا البرش الحامض مع السميق، هو شغلتين حلوين. اكيد البقدونس موجود، البصل والنعنع والبندوره. والبندوره بحط نعنع يابس واخضر الاثنين. كمان اليابس والاخضر؟ كمان نعنع اليابس. هيدي الشغله كمان كثير عالم بيعرفوها. بتونس بيقولوا لها هلا على البرش برشه طيبه رح تطلع. اوكي برافو، برشه برشه. لانه النعنع اليابس بيعطي نكهه اكثر من الاخضر. من الاخضر؟ أي. حبيت الموضوع. وانا عم شوف انه انت بس تحضريها، انت عندك عم بذكر اصلا انه الومن تو وين سكسس هن هالجمعيه اللي اليوم بينتموا لها 15 امراه من كل لبنان. يعني واحد اذا كان هلا بجنوب بالقعريده صيدا بدري وين بالشمال في يتصل بالجمعيه ويطلب ويقول انا بدي اكل لبيتي. فهن بيلبوه من خلال كمان المشتركين وبيعلموا كمان الطبق هن للستات. وشايف في نعم. شغله وحده بدي اقول للستات. اتفضلي. نعم. انه البصل تبع التبوله ما يفركوها بايدهم، لانه في منه ستات بيفركوها بالايد. معلوم بيفركوهم بايدهم، بيحطوا فيهم كمان شوي صغير البهار والملح عليها حتى. نعم. لانه بتعطيها بعدين نكهه مش طيبه وما بتضاين بالبراد. أوكي. يعني التبوله لما بتنخلط بالبصل هيك بالملعقه بتضاين 4 ايام بالبراد. ولا ما بيصير لها شيء. نجربها. شفتوا؟ نجربها، رح نجربها. شفتوا كيف تفاصيل صغيره بتغير كثير بالطبخات؟ يعني هودي الاسرار هن اهم من المقادير. عن جد. بيرفي. لكن هلا نحن حطينا كمان زيت الزيتون. اكيد زيت الزيتون الطيب. زيت الزيتون الجنوب هيدا. الجنوب هيدا؟ اوكي. من وين من الجنوب؟ يعني هاي تبولي من وين من الجنوب؟ من المعمريه. من تبولي معمريه. طيب شو عم تحكي؟ يلا. عندك بنت جنوب قاعده هون كمان من بويب الجنوب. يلا. من صيدا. فينا ندوق؟ في اكيد انت فيك تدوقي. اوكي نحن بندوق بعدين، انت دوقي هلا وزبطي. كل العالم فينا يدوق. انا رح باخذ اوضه لانه بدنا نروح. نحن خلينا مع ميريلا هون وخليك معها بس تركها تشتغل شوي على رواق. رح ننتقل لحتى نشوف عامر بالجرين روم مع المشتركين الاخرين، وكمان رح نشوف صارت عنده دكتور جمال كمان، والاطباق كمان هونيك عم تتاكل بعنف، وعامر كمان اكيد عم ياكل هونيك. شو عامر شو الوضع؟
لا عم باكل بس مش بعنف اذا بتريد. ليش؟ لحظة ميري عم تحضر؟ ميري عم تحضر؟ نحن هون بالجرين روم فما في عنف هون، في رواء، في سكينة، في تيستينج اذا بدك، وفي تحضير لانه خلص النهار اليوم، في تحضير لبكره كمان من المتسابقين. اكيد هلا صار تيستينج، صار في تيستينج للاكل اللي عملته الدكتور جمال، كثير طيبين. حاسال الاء شو رايها باللي دقته هلا. اكيد ما فيك تسالني اعطي رايي بالدكتوره جمال بالاكل. روعه روعه روعه. طيب يعني جواب سريع دبلوماسي ميشيل. كثير طيبين، عن جد كثير طيبين، يعطيك الف عافيه. غير على الاخير عن المطبخ اللي انت طبخته او الاكل اللي انت طبخته. كثير فيه يعني كومبينيشن كثير حلو بين الصوصات اللي عملتهم، بين البياني، بين الدجاج، هول كثير طيبين يعني، شيء جديد كثير حلو، كثير طيب. نطبق. حانتقل عن دكتوره جمال، سوري شوي ميشيل. يعني انا بس بدي اسالك اول شيء، كيف لقيتي اذا بدك هلا الطبخ، يعني هلا الاكسبيرينس اللي عملتيها هلا الطبخ السريع، وخبرينا شوي عن الاكل. خبرك يعني شو مكونات؟ خبرين، لا خبرين كيف كان رايهم بالتيستينج هلا. كيف حبوها؟ بس هيدي لانها جديده بتاعت الدجاج، استغربها هون الشيف، قال لي انه كان لانه الرقاقات، انا عملت الرقاقات، هي ما لازم تكون بالرقاقات، هي لازم تكون بالعجين الطبيعي نحن اللي بنعجنه بالبيت، بس عشان هيدي بيروتيه، مش بيروتيه 100%، ما حدا بيعملها غيرنا، غير اللحمه بنعملها لحمه وبدجاج. مش تعصب يعني، هذا واقع يعني. انا عم جيب اكلات يعني نسيوها العالم، عم جيب اكلات البيرتي بنعملها، مثل ما اخينا جاب لي تاعت طرابلس هذيك المره العجين، هذا نحن عجين لانه ما في وقت نعجن. ايه هي بتنعمل بالعجين وبهاللوب بتطلع دسم كثير اكثر، وبعدين كونها كانت سخنه نزلت الزيت، هلا لما شوي فترت طبعا بطل فيها زيت كثير وصار فيها قرشه. شكرا لك، شكرا. على كل حال مثل ما عم نشوف اليوم يعني المشتركين كلياتهم الجو مع بعضهم مبسوطين كثير، التيستينج عم بيكون رائع، الجو كثير حلو، منافسه هون بالجرين روم شبه ما في منافسه، في نصائح للمشتركين بين بعض، في تبادل خبرات، في خوف لبكره، في تشجيع لبكره، يلي قطعوا اليوم عم بيشجعوا الاشخاص اللي حيقطعوا بكره، وفي تبادل للاراء وتبادل للريسبيز كمان، عم يكتبوا لبعض الريسيتات. بس انا بقول لكم انه هون ابدا ما في منافسه، في جو كثير مشجع لهالمسابقه هيدي. اكيد رجع بذكر المشاهدين انه لا يقدروا يصوتوا، بده يفوتوا على صفحه الفيسبوك، ومنا بينتقلوا على اليوتيوب بيحضروا المشتركين. اكيد شافوا اليوم المشتركين وبيرجعوا بيتذكرون بالفيديوز يلي موجودين على يوتيوب، وبصوتوا بكبس زر اللايك للمشترك يلي بيعجبهم الاداء تبعه، ان كان السابق او ان كان اليوم. اهل الامارات لازم يصوتوا لي. كل الدول العربيه، كل الدول العربيه وبدنا نذكر كمان منطقه طريق جديده مشان هيك دكتوره جمال الشمال، وبالاحرى كل لبنان، كل لبنان راح يصوت للمشتركين كلياتهم يلي موجودين معنا اليوم. غيدا الك اكيد نحن ما في شك انه كانت الجمعه كثير حلوه بخلال كل هالفتره بعالم الصباح، لانه عم بيكون كان موجود معنا مشتركين من كل المناطق اللبنانيه، يعني بلال هون عم تقول له حضرتك، لانه بلال اجى من الشمال وقتها وكان جاي من بعيد لحتى يحضر، انه انت استعملت اشياء كمان شماليه، هي بدها تعمل الاشياء البيروتيه. بدي اقول كنت بدي اقول لا باردون بدي اقول كنت شغلي انه كل المنتمين للجمعيات او بس الجمعيات اللي كانوا معنا بالاول، بس قلت لهم انه في مباراه وفي هدايا، قالوا نحن ما بيهمنا عن جد، قالوا نحن ما بيهمنا، بيهمنا بس نحكي عن الجمعيه وننور العالم على الجمعيه. بس كمان تبين انه بس بلشت بالمسابقه عم تصير معارك على الارض مع شو صغيره، وانا كذا وصوتوني فانا كثير مبسوط هذا الموضوع، عم نتابع بعضنا يعني، عم نشوف كل واحد وين عم يكون الضعف تبعوله، الثاني يقوى بضعف الثاني والقصص كلها سوا، فكتر خير الله يعني. من عند كمان دكتوره جمال اللي كنت عم تحكي هلا واللي انتهت قبل بشوي، من كمان جمعيه التنميه الماء الخيريه الاجتماعيه للوومن تو وومن سكسس، مع كمان جمال، كمان مع ميراي، سوري ميريلا. كيف احوالك هلا؟ الحمد لله تمام، وضعك منيح؟ اسم الله على المتبل. طيب اول شيء خبرينا، انت بلشت تجربي الزيت. نعم. بدك خبرينا بعد ما عرفنا شو هي الخلطه اللي عملتيها معك غيدا، الخلطه اللي عملتها مشان القرنبيط. اوكي. نعم. فصلت بيضتين، البياض عن الصفار. بيضتين، بياض لوحده، صفار لوحده. نعم. اوكي. حطيت الصفار مع خل، مي دافئ،
شو اسمه؟ الصفار مع المي الدافية والخل. نعم. وحركتهم مع بعض. مع بعضهم. هذا الصفار. هيدا الصفار. والبياض شو عملنا فيه؟ البياض كمان خفقته، هيدا آخر شيء بضيفه على الخلطة، لأنه لما بدك تقلي بتضيف ال يعني أنت البياض ضفتيه مثل ما هو ولا خفقتيه؟ يعني خفقته. يعني عملتيه مونتيه أناجة شوي صغيرة وضفتيه على الصفار المخلوط مع الطحين ومع الخل. بس وأنا نعم. حطيت كمان ثلاث أرباع كوب طحين مع ملعقة بيكنج باودر ورشة ملح وجوزة الطيب ورشة سكر. لا جاعدة من المعروف. لكن لك شوي لك حطيت شوي. ايه لان حطيت فهم المشاهدين. ايه. حطيت بيكنج باودر. بيكنج باودر. اوكي. مع. مع. مع رشة مع رشة ملح. نعم. ملعقة طحين. نعم. ورشة شو اسمه سكر. السكر بقلبه. بقلبه. يعني بقلب مع هالصفار البيض اللي حطيتي انت قبل. طيب. نعم. لكن من بعد ما احنا جمعنا هالبياض البيض مع هالخليط هيدا. جينا غطينا الارنبيط نيين. ايه. حتى هي التغليف. الارنبيط نيين. لا. الارنبيط مشلوقين. هو عم يجربك. ايه. لا مش عم جرب انا. لا. عم بوقف على النقطة. ايه. حتى نقدر نوصلها. ليأكد عن الموضوع. بينسلق سبع دقايق مش اكتر. سبع دقايق مش اكتر. مش اكتر. وبينحط مع شقفة خبزة بقلب السلق لانه الخبز بيمتص الريحة تبعيت الارنبيط. شفتوا؟ ما بعود لما تصفيه حتى بالبيت انتوا عم تسلقيه ما بتطلع ريحة الارنبيط. شقفة صغيرة شقفة خبزة قد الكف هيك شقفة صغيرة بتحطيها بالسلق وبتضل حتى ما بتبين بتدوب. الفكره كثير حلوه. شفت كانوا دائما يقولوا انه الباتيسري او الاشياء الحلوه اللي هي بدها تركيز بالتفاصيل والاسرار الدقيقه. بالعكس. بس بالاكل المالح قديش اشياء بسيطه بتفرق وبتغير كل الطبخه. انا شغلي كله غدا هو على شيء اسمه شو هو سوء اسرار المطبخ وهذا السر من اسرار المطبخ ما كنا نعرفه صرنا نعرفه هلا. هلا بلشنا كمان نقلي الارنبيط بكل وبعدين القلي ما يكتر بالمقله يحط كل شوي شوي لانه بيطلع اللون اجمل وما ما بيلزقوا ببعض. وثاني شيء ما بتنزل حراره الزيت ما بتنزل حراره الزيت برافو عليك هيك بتضل كمان تمشي بحاله مزبوطه لكن برجع بعيد هذا الخليط هو من صفار البيض وبياض البيض بس كل واحد مخلوط لوحده وبياض البيض سوري كمان كمان في نسيت شغله بدها نقع ساعه بدها يعني تتخمر ساعه خليط العجين لانه العجينه فيها بيكنج باودر بتخليها على جنب ساعه قبل ما تغطي فيها الارنبيط المسلوقين قبل مش الارنبيط البياض البيض اوكي لكن اوكي لكن انت اول شيء هوليك منقوعين بعدين بتحط عليهم بياض البيض بعدين الارنبيط بعدين بتكفي اوكي بعد. رح نرجع لعندها بعدين لميريلا وشوف شادي كمان يلا. اكيد خليكي عم بتتابع انت بس اكيد عم شادي عم بيساعدها اكيد حتى تتخطى المرحله اكيد كل التوفيق لك ميريلا رح نتابع معك باخر محطه من رشه ملح رح نرجع ندوق رح يدوقوا كمان كل المشتركين معنا اللي موجودين برا التصويت لكم ولنا واكيد كل التوفيق لهم ولا جمعياتهم اللي بحاجه دائما يسلط الضوء عليهم ونركز على أعمالهم الخيرية اللي منتشرة بكل المناطق اللبنانية لحظات ومنرجع خليكم معنا حطيت لي البيز سوري أنا مش قادرة أركز معكم البلندر شغالي بس رح نشوف هلا شو عم بيصير مع ميريلا ومع الشيف شادي وآخر محطة من ورشة ملح أنا مالي قصة أنا مالي قصة رفع العشرة ماليش ميريلا مالي قصة أبدا رفع العشرة ميريلا شو عم تعمل يا هونيك يلا عم بعمل الكب النيء كب النيء يا ميريلا أنا الأرنبيطات خلصنا منهم بعقدوا 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 أنا شلتهم ليكوا لونهم شو حلو عن جد؟ جميلين جدا ميريلا ليك شو رح أنا بلش أعمل أنت عم تعملي هونيك الكب النيء سمعتيني؟ سمعتك اوكي هيك يعني يا ابن مرعي رح انا اسكب هلا تبولي لكل المتحديين اللي هون نعم كمان اوكي وشوي قرنبيط وبعدين بقلك انت اول شيء من هون يلا لبلش انا اسكب رح اخذ لهم كم حبه ليك هون هون ونحن بدنا هون حبه مش اكثر ايه حبه وحده حتى مشتركه انا وياك هون هيك ورح ناخذ كمان تبولي جاهزه معك فينا ناخذ منها شوي كمان تبولي كمان ناخذ منها شوي وفيك تقولي لنا كيف عم تحضري الكبه نيه اللي هي غرام معظم الاشخاص واو الكبه نيه كيف حضرتيها قولي لنا يلا اول شيء فرمت اللية مع البصل والنعناع نعم
اوكي. لية مع لية مع شو؟ لية الخروف؟ لية الخروف مع البصل والنعناع. بصل والنعناع. اوكي. شيلهم على جنب. كفي كفي عادي. بقسمها ثلاث اقسام انا الكب الني لحتى تضل على لونها تحافظ لونها. نعم. بشيل نتفة. خليكي معي وركزي معي ومع المشاهدين اتركيه لانه هو مش ما بيهدى. ما ما فيك تخلصي معه. بصير معك تورتي كولي بالاخر. حطيت قسمة اللحمة نص بحطه مع البرغل والبصل ونص بحطه لوحده لحتى اطحنه لتضل لون الكبه لونه احمر. لانه اذا بتخلطي كل الكبه مع بعض البرغل بغير لونه، البصل بغير لونه، وحتى اللي بتغير لونه كمان. نعم. يعني وش بتحطي كل شيء مع بعضه بتضل اللحمه حمراء بعدين بتخلطي هذيك مع هي مع هي 100%. وبحط لها ثلج، انا هي وعم تنزل بالمولينكس بسقط لها الثلج لانه الثلج كم ثلجي؟ يعني حسب ما هي بتحتاج. من اي براد؟ من براد الشيف شادي. من براد الشيف شادي. لا عم نسال ما عم تفاصيل. طيب وبعدين اكيد ملح وفلفل وعليها وشو بتحطي لها هيك بهارات زياده عن اللزوم؟ الدقه، بحط لها بهار الدقه. الدقه شو بتعرفي شو هي بهارات الدقه ولا بتشتريهم انت؟ انا بشتريهم للصراحه. من وين؟ من وين؟ عم بحكي جاد. من وين؟ من البيت؟ من لا بجيبهم اول شيء من السوبر ماركت وفي محلات للبهارات كمان عندنا. يعني مكتوب بهارات الكبه الدقه واحد في يشتريهم، اوكي؟ هيك بدنا ناخذ هلا معلومات عنا شنو ما بيأثر ما عندك شادي انه واحد بيشتريهم خالصين او بتفضل يحضرهم واحد 100%. انا انتبه انا بهارات الدقه بعرف انه موجودين بس انا من العادي انا بعملهم. صح. هلا البهارات اللي عم تستعمله اليوم رح نشوف نحن قديش طيبه هالكبه ورح اسالها عنهم رح ناخذهم ارجع جرب اعمل مثلهم هاي كمان. أوكي. أوكي. اوكي يلا لكن هلا عندنا لكن هلا صار الكبه صار جاهزه كمان. اي نعم. طيب يعني. اول شيء المتمر باذنجان اذا كان جاهز بدي اخذ منه انا ملعقتين هون اذا كان جاهز من بعد ما تدوقيه وتقولي لي اوكي تاكدي منه شوي ونبعته لاصدقائنا. دوقي شوي. شو صار جاهز؟ بده رشة ملح ونشفة رشة ملح وشفة حامض. لكن عندنا هون من القرنبيط اللي بيعقد المقلي بالطحين، عندنا هون تبولة كمان طيبة، رح نبعتهم هون كمان حط لهم تبولة بعد لا بعت لهم بعد تبولة شوي وهلا كمان تنبلش نحن بدنا نعطي العلامات كمان لمين؟ للأطباق اللي عندنا. اوكي هلا هون ولا شايف نعم عندنا أربع أطباق بدنا نحط لهم علامات، اليوم عملنا أربع أشياء اوكي واربع اشياء بدنا اياكم نحط لهم علامات. شو رايك؟ يلا منبلش دغري؟ ايه. يلا منبلش نسكب هلا التبوله انا رح اخذ هون انا هلا شوي والكبه نيه عندك اذا كان جاهز اعطينا اياه اذا بدك تعمل معروف انت عندك اربع اطباق فمجبورين بدك تحط لها جوز على وجهها جوز على وجهها يلا. يلا كمان هون بهالطريقه هيك عندي كمان انا هون رح اجي اسكب لهم اياها بطريقه كمان حلوه اوكي طلعي هون ها ها ها. بطريقه كمان هيك وهيدا جوز على وجهها هيك مزبوط شو بدك احسن من هيك زي ما بعتهم لهونيك هلا يلا هون هلا صاروا جاهزين بعد في الكبه الكبه نيه قد ايه بدها تجهز؟ يلا دقيقه بعدين عند البرغل دقيقه نحن بنبلش ندوق معك فينا؟ فينا فينا نبلش ندوق؟ يلا هودي كمان صاروا جاهزين ناخذهم كمان لهونيك بعد ناقص بس الكبه نيه هيك وانا رح بلش اسكب لك شو رايك؟ يلا معي ومعك؟ اسكب لك هلا بيريل لهونيك عم تخلص كل شيء وهون بنبلش انا وياكي بشو؟ بال بالمتبل والتبوله بالمتبل هون اوكي بحط لك تبوله معه ولا لوحدها؟ لا على جنب مش معه اوكي هون بدك على نفس الصحن ايه على نفس الصحن اوكي شو هالانسان هيدا الكبير طلع كيف هون كمان هيك التبولي بطريقه حلوه والتبولي بنحط معها بنحط معها كمان الملفوف معي صح او الخس يلا هون كمان عندي هالملفوفات الحلوين لك ونني هون ويلا تفضلي ميرسي وراح اجيب لك كمان الخبز ما هيك جايب معي خبز انا جايبه خبز للكبير لكونني هون اوكي يلا رح بدي اشغلها هي ايه مشغلها هي وانا اشتغل اوكي هون الزيت ورح ناكل رح نبعث كمان هون رغيفين خبز بس حط لنا نقطة زيت شاد على يلا على وجهها والجوز كمان ايه. هون كمان عندنا الجوز شيف نعم برافو عليك هذا الزيت هون كمان زيت هيك هون كمان الزيت حتى نعطي العلامات بطريقة كمان جيدة كاملة وكمان هون عندك الشوكة وهون شوكة يا شيف شادي وعندنا هون الخبز كمان لقلنا لكن نحن بلشنا بشو؟ بلشنا بالمتبل باذنجان والتبولي. ما يطلع هيك يا ميريلا. ميريلا الكبه وين صارت؟ هيك بالضيعة حاسة حالي انا بلشت بالمتبل باذنجان واحد اثنين نبعث لهم هدول شادي نبعث لهم بعدين هلا في الكبه بعدين بياخذوا الكبه ما لها شيء بعدين بينك انا ما بحب الكبه كثير ليكم روحوا 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 اتركوا لي الكبه روحوا روحوا لا حنرجع نبعث لهم الكبه يا فشعان نو نو يا فشعان بدك تبعث لهم الكبه بعدين انا متبل 8 على 10
متبل. ناقصه شوية ملح أنا حاسس. وشوية حامض بعد. شوية حامض وشوية ملح بس طعمته طيبة. بس 8 على 10 متبل. أنا بعطيه 7 على 10. 7 على 10؟ 7 المتبل. أنا 8 على 10. بس رح آكل الجوزة. طب قولي عملي شوي. ما بقدر أنا الجوز ما فيني. طبولي 9 على 10. وصلت له للطبولي. طبولي 9 على 10 على الأكيد. ما في مزح. طبولي 9 على 10 على الأكيد ما في مزح. يلا. بدنا نشرب مي بين اثنين. بل مظبوط أنا بحب مع بعضهم هيك. مش معقول الكل بخلط كل شيء. عنده بلندر هون جوا، صار عندنا اثنين بلندر ميريلا، بلندر معك وبلندر مع شادي. هول من بعد الحامض تبع التبوله لازم لانه بس ناكل طعمه قويه نغير الطعمه تبعتنا. ايه ما هيك بدك تشوي. بعد طعمتها قويه، اذا كان شغله مش طعمتها قويه يعني ما فيها مثلا تقول وخاصة انت ما حطيت الثوم بقلب المتبل. لا ما حطيت الثوم. اوكي لانه لو حطيت الثوم كان طعمته بتكون اقوى. اوكي كان هيك بنروح على شيء مختلف. ما فيك ما تقولي التبولي مش طيبه. طيبه التبولي ما فيك تقولي، بس فيها شيء غريب مفكر السماء. غير انه غير السماء السماء وغير برش الحامض. فيها شيء القرنبيط نيريلا. القرنبيط ناقصين طعمه مثل ايه القرنبيط ناقصين طعم. هلا بده اياهم ناقصين ما فيهم جميلين جدا مستويين بس بتحسي ما فيهم فليفرز. ما وصلت للقرنبيط انا. تبولي انا 9 على 10، المتبل عندي 8 على 10، انت المتبل قديش؟ هو المتبل 7. 7 والتبولي؟ تبولي 8. تبولي 8 غيدا. انا القرنبيط بدي سكين. القرنبيط 7. القرنبيط 7 على 10. وان شاء الله هلا الكبنيه بترفع لها علامتها لانه الكبنيه شغله كثير كبيره. الكبنيه حبيبه قلب الشعب. يعني انا هلا الكبنيه طيب بس هاي ناقصها طيب كثير هاي بس ناقصها طيب بس هلا بدي اياها انت. هلا عرفت ليش انت بتعمليهم هيك لانه ليك لونك بضل هلا فاتح بيعقد بجنن ما هيك؟ شو دقيها قبل؟ دقيها قبل انت هلا قبل شوي صغير بعطيك الشوكه؟ خلص معي ملقى ايه يلا ايه خليها تدوقها لتتاكد منها. معي كل شيء انت عندك؟ يلا نحن هلا هون كمان صار فينا نصبها لك عندي هون كمان هون صحنين صبي شوي بشوي وفيكي تعمل رح اعطيكي صحن كثير حلو نعمله ونبعته كمان لاصدقائنا كمان هونيك. اوكي انت هلا بتحطي شوي صغيره اذا بدك هو بده يكوش عليها كلها بده ياكلها لحاله كبه بس نحن ما نبعت كمان للناس هونيك ما بصير الفجع. ايه انا برايي بتعرفي شو هذا الصحن لقلي ولقلها رح ناخذ منه شو رايك؟ أوكي. ايه حتى ما تعملي صحنين نعمل صحن واحد ما هيك؟ نعمل صحن واحد وناخذ اثنيناتنا منه حط هيك. انا القرنبيط حط عليه 7. لك القرنبيط انت 7؟ 7 8 7 اوكي انت اوكي وانا القرنبيط حطيت عليه كمان 7 اوكي اوكي انا هيك القرنبيط مثل بعضنا مزبوط اوكي لا لا اللارين صار كل العلامات عندك؟ اوكي كل العلامات بقي بس انا عندي 7 8 7 علامة بس الكبينية صح العلامات صاروا كلهم موجودين ها رح ناخذ نحن هيك من دون ما تزينين لي انا مش عم احط علامات على التزيين يعني انا عم باخذ اكثر شيء هيك بس انه هونيك اذا بدك بتزينيه وهون بدنا ندوق يلا حتى ندوق بليز انا رح اجيب صحنين انا وياك صحنين صغار حلوين بيعقدوا رح ناخذ هيك كمان بالشوكه كمان كيف واحد بيشرب مي بين اثنين لحتى يستزرق برافو عليك ايه مش هيك فرم ايه برافو عليك خدي انا هون هلا طلعي شو حلو وانا هون انا ما بدي هالقد بدي اقل حرام ماشي اني حلو دقيون ايه بس ما قال لي قلب اترك بس الخبز اطيب وبالزيت ايوه انا رح اكل بالخبز رح اكلها بطريقه ذكيه جدا بدها زيت هي الزيت هي هون الزيت انا بتعرفي شو كان ناقصني بس شو ناقصك وانا بعاتب امي وبيي على هذا الموضوع شو انه ما خلقت اخطبوط يا لطيف فاكر لازم اخذ اخطبوط ايد بالزيت ايد بالملح ايد بالكبه يعني فهمت ايه تخيلوا شيف شادي بثمان ايدين يا رب تجيرنا الحمد لله رأفة بالبشريه يا رب العالمين وهذا الصحن اللي عم تعمله هلا ميريلا هو اللي حيروح كمان عند كل المشاركين الموجودين رح ندوق زيت الزيتون وين بدك تزيني الشيء بعد الكبه يعني الكبه لازم نحط عليها شيء ولا بدك نعناع وبصل نعناع وبصل انا اصلا ما باكل نعناع وبصل سو رح اكلها هيك مثل ما هي اوكي
يلا عامر بدنا نروح عند عامر عم يقولوا لنا يلا يلا نروح شوف عامر هونيك الاكل شغال يا بي الاكل شغال عند بس عامر بس انا بعت لهم الكبه يلا هيدي الكبه مع الزيت كمان وراح على السريع على السريع شاف لك شغله شاف لايك ولايك ولايك شاف سمعني شاف ايه سبعك بدي اقول شغله انت قلت لي من شوي انه انا عم بطلع اكثر منك انت طلعت اكثر مني اليوم واكلت اكثر مني كمان طب اوكي سوري لك ايه بس اقول لك يعني بما انه عم نخطب النهار هلا يا بي بحبوا العامر بحبوا شفت يلا خلينا نشوف راي مشتركين هون باكل ميريلا خبريني شوي دقنا شو دقتي؟ دقت المتبل والقرنبيط والتبوله فكره القرنبيط جديده يمكن شوي؟ ايه بس بعد شوي قاسي يعني يمكن بدها شيء انه او على الغاز وقت اكثر انه تستوي اكثر او تنقلها او تنسلق قبل بعدين تنعمل تبوله طيبه الكبه كثير بدها شوية حامض يمكن المتبل بده ملح وحامض على كل حال الاشياء ظاهره بس هيدا رأي ما بيأثر يعني على كل حال هيدا الجو هون عندنا نحن برجع بذكر انه الاراء اللي عم تنعطى هون من باب النصيحه منافسه صفر بقلب الجرين روم اكيد المنافسه بس بالمطبخ انما هون المنافسه صفر التيستينج عم بيكون بشهي كل المشتركين عم بيدوقوا اكل بعضهم واكيد بكره عندنا ثلاث مشتركين جداد كمان رح يكون نفس سبيرت نفس الروح بقلب الجرين روم الاكل هون عم بيكون هات ناخذ راي ميشيل كمان يلا خليني اخذ راي ميشيل كمان اول مشترك معنا اليوم ميشيل وشو دقت من هدول الاكلات القرنبيط شوي من جوا بعده ناي تبوله لا منيحه شويه حامض وباذنجان انا ما بيته فما دقت ما فيني ادوق يعني الكل بده حامض زيادة بالهكل ما حدا قال بده رشة ملح كله بده حامض بعد في الكبة جاي على طريق الكبة ناطرينا عبين ما تسعى الكبة عبين ما ندوق الكبة هون برجع لعند شادي لشاف شادي وغيدة بالاستوديو ايه اتنيناتنا عن جد تسعى الكبة الكبة بتعقي تسعى 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 جاي لعندكم الكبة إذا بقي شيء منا بعد ما فرغها الشيف شادي تسعى الكبة شيف شادي وأنا اتفقنا على الكبة عن جد يعني أنا 7879 كأنه رقم تليفون لحتى عن جد يكونوا على الأطباق الأربعة بالنسبة لإلي عن جد يعطيك ألف عافية ميريلا ويعطيهم ألف عافية كل أعضاء الجمعية ونحن كثير انبسطنا بوجودك كمان معنا ولازم نجيش الشعب ايه ما هيك عن جد يعني هلا انت صحيح رح تقدر علامه حلوه يمكن ورح نكتبها اكيد على الشاشه مثل ما كتبنا مشي اخذ 8 جمال اخذ 8.5 9 هلا علامتك بتنزل وكمان عندكم 25% من الاشخاص يلي بحبوكم وحبوكم من خلال هالشاشه الحلوه وصلت الكبه لهونيك يا ميريلا ايه؟ ميريلا رح نختم معك بكلمتين ونشوف هونيك عم بيدوقوا الكبه شو خلص شو لقيت الاراء شو لقيت الاراء منيح ليه هيك مستحية اليوم وخجلانة؟ لا بالعكس مش مستحية ما هيك هلا رح نشوفك نرجع بكره ان شاء الله مع بقية المشتركين بالنهار الثاني شادي عم بيسجل لك علامتك غيدا علامتك 7.75 اوكي وعلى شو اسمه علامتي 8.25 اوكي هي علامة شادي وعلامتي و25% من المشاهدين صحيح نعم هدول بالنسبة لعلاماتكم لليوم نحن بنقلكم يعطيكم ألف عافية وأكيد هذا حس المشاركة كان كثير مهضوم هذا لحاله بكفي ونحن كثير انبسطنا فيكم يعطيكم ألف عافية وينعاد عليكم أكيد هالشهر الفضيل كفي انا عليك اوكي لكن غيدا سلمتني ليش على البيضة ما صدق كل احوال شكرا كثير شادي نحن بنشوفك بكره شكرا كثير لجميع بكره لقائنا من جديد مشتركين باقيين يعني. كمان اكيد رح يكونوا بكره موجودين معنا بقيه نهار حلو وين ما كنتوا عم بتقضوه مودعكم بنشوفكم بكره